بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 37 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز له جمع من القضايا، في إحداها يقول: تقضي زوجتي أغلب الوقت بجانب والدتها بحجة أنها مريضة، وهي فعلا مريضة، وقد طلبت أن تنتقل المريضة إلى بيتي لتقرب الأم من ابنتها، ولتبقى زوجتي بمنزلها وبجانب أطفالها، ولنستفيد جميعا من الاجتماع بمنزل واحد، وحتى لا يكون هناك ضرر ولا مضرة. ووجود زوجتي خارج المنزل يجعلني وبقية الأفراد نعاني من حيرة وضياع، ولكن دعوتي لم تقبل من قبل عمتي ولا من أهل بيتها بحجة الإحراج ونحو ذلك. ويستمر على هذا المنوال شيخ صالح ليخلص إلى السؤال التالي: هل يلزم زوجتي أن تبقى مع والدتها وتترك زوجها وأطفالها، أم أن لي الحق فيما طلب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمما لا شك فيه أن للوالدة حقا على بنتها، وأن للزوج حقا على زوجته، وللأولاد الصغار حقا على أمهم. وما ذكرته من هذه المشكلة، فأحسن الحل ما ذكرته من أن المريضة، الوالدة المريضة، تنتقل مع ابنتها لا بيتكم، من أجل الجمع بين المصلحتين. الجمع بين خدمة الوالدة وتمريضها والبر بها، وطاعة الزوج وخدمته وتربية الأولاد. هذا مما لا شك فيه أنه هو الحل الوحيد. إلا إذا كان هناك ظروف تمنع من مجيء المريضة إلى بيتك، فإذا كان لها أولاد أو بنات أخر غير زوجتك، فإنه لا يتعين على زوجتك أن تذهب إليها بنفسها، لأنها تستغني بالأفراد الآخرين، وتتفرغ زوجتك لمهمتها في بيتك. أما إذا لم يكن هناك من يخدم الوالدة المريضة، فليس هناك حل سوى ما المجيء بها إلى بيتكم. هذه جمع بين المصالح وإزالة المشقة عن الجميع، وينبغي للوالدة أن تراعي هذه الظروف، وأنت مشكور في عرضك عليها المجيء والاستعداد لاستقبالها توفير الراحة لها، وأنت لها عذر في الامتناع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثانية يقول فيها: لي بنات أدعو الله دائما بصلاحهن، ولهن عم يمزح عليهن بأن يقول: فلانة نزوجها لفلان وفلانة لفلان، على طريق المزح. فهل نحن نأثم إذا قلنا هذا الكلام، حيث أن أمور الزواج فيما أعلم أنه لا يجوز المزح فيها، وبما أسمع بأن جدهن جد وهزلهن جد، أو كما يقولون؟ فما هو توجيه فضيلتكم في هذا الموضوع؟ جزاكم الله.
لا حرج في هذا الكلام، وهذا لا يدخل في الحديث ثلاث تجمعهن جد، لأن المراد بذلك العقد. أو قال زوجتك موليتي وهو يمزح، ثم قال الطرف الثاني قبل انعقد، ولو كان أحد الطرفين أو كل من الطرفين يمزحان بذلك، هذا هو المقصود. المقصود أنه لا أن المزح في العقد يصيره لازما. أما الكلام الذي ليس بعقد وإنما هو من باب المزح المعتاد وليس فيه قبول ولا إيجاب، هذا لا يضر المزح فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن النائم عندما يموت، يقول هل يشعر بآلام الموت كما لو كان غير نائم؟ وبمعنى آخر، ما الفرق بين الموت لمن كان نائما وبينه وبين من كان مستيقظا؟ وهل من مات نائما يعتبر أفضل عند الله، لا سيما إذا نام متوضئا متشهدا وعلى طريقة سليمة ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وكان آخر كلامه من دنيا شهادة الحق؟ الموت الله أعلم بأحواله وما يلاقي الميت عند خروج روحه، سواء كان نائما أو مستيقظا، هذه من الأمور التي لا نعلمها. وأما أنه إذا مات في النوم ومات وهو نائم هل هو أفضل؟ نعم، جاء في الحديث أن المسلم إذا قال إذا نام متوضئا على جنبه الأيمن وقال اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك خافة ورهبة إليك، لا نجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ولم يتكلم بعد هذا الدعاء بكلام ونام على ذلك، ثم قبضت روحه في منامه أنه يدخل الجنة كما جاء في الحديث. وكذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في الحديث أيضا. فهذه لا شك أنها خاتمة طيبة، ويرجى لمن مات كذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكانت آخر كلامه. وكذلك من قال هذا الدعاء عند نومه ووضعه جنبه على الأرض وعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك، فإنه يرجى له دخول الجنة، لأن هذا من أسباب دخول الجنة. جزاكم الله خيرا. المريض عندما ينهى عن بعض الأشربة أو عن بعض الأطعمة الحلال حفاظا على صحته وسلامته، ثم لا يلتزم بهذه النصيحة، هل يكون عقابه كعقاب من يشرب أو يأكل الطعام المحرم شرعا؟ فالمريض قد يعذب نفسه بالهلاك من خلال الأكل والشرب الحلال عادة، فهل يكون أكله حينئذ كأكل الربا وأكل الطعام المحرم أصلا؟ يوجهون حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. لا شك أن المريض نهي عن بعض الأطعمة المباحة وبعض الأشربة لأنها تضر وتضاعف عليه المرض، فإنه ينبغي له الالتزام بذلك حفاظا على صحته وتعاطيا للأسباب المباحة وتجنبا للإلقاء إلى أكانكه. لكنه لو شرب أو أكل من ذلك إنه لا يحرم عليه كما يحرم عليه الربا والمحرمات من المآكل والمشارب، لا يحرم عليه ذلك لأن هذه أشياء مباحة، ولكنه منع منها طبيا للحفاظ على صحته، فيكون مخالفته لذلك خلاف الأولى خلاف الأفضل. أما أن ذلك يحرم عليه فلا أرى أن هذا مما يحرم عليه. جزاكم الله خيرا. سؤال طويل شيخ صالح، ملخصه أن لديه عددا من المصاحف، ويسأل هل يلزمه القراءة فيها كلها أم يقرأ فيها بالتناوب مثلا، أم تنصحونه يتصرف في الزائد منها؟ جزاكم الله خيرا. الأحسن أن يتصرف في الزائد منها، إما أن يعطيه من يحتاج إليه من إخوانه الذين ليس عندهم مصاحف، أو أن يضعه في المسجد ليقرأ به المسلمون الذين يحضرون المسجد، ويكتفي
مصحف واحد لا حاجة إلى جمع عدد من المصاحف، لكن لو كان عنده عدد من المصاحف فإنه لا يلزمه أن يقرأ بها كلها، هذا لا يلزمه، ولكن كما ذكرنا إذا كان عنده زيادة من المصاحف فالأحسن أن يهديها لإخوانه يقرأوا بها أو أن يضعها في المسجد ويكون له في ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا يحرم نفسه من ذلك بحبسها عنده من غير حاجة إليها. جزاكم الله خيرا. الزواج بالثانية هل يشترط فيه موافقة الزوجة الأولى كشرط شرعي؟ وبماذا تنصحون المقدم على الزواج بالثانية؟ إذا كانت شرطت عليه عند العقد لا يتزوج عليها فلا بد من قطعها، أما إذا لم تشترط عليه في العقد ذلك فله أن يتزوج ولو لم ترضى، لو ليس لها حق المنع ليس لها حق المنع، لأن هذا شيء أباحه الله له، قال تعالى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذا كان عنده الاستعداد بالعدل بين الزوجات بما شرع الله فيه العدل أو أوجب فيه العدل فإنه هذا مما أباحه الله له، وليس لزوجته حق الاعتراض، لكن إذا تزوج بأخرى فإنه لا يحيط مع إحدى الزوجات ويضارب الأخرى بل يجب عليه العدل، قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن الجور في هذا والميل إلى الزوجتين بالحق الذي أوجب الله العدل فيه يعتبر ظلم، قد جاء في الحديث من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فعقوبة له. جزاكم الله خيرا. إذا نصيحتكم في الصالح لمن هو في مقدمة الزواج بالثانية؟ كما ذكرنا طيب أن يكون عنده الاستعداد للقيام بحق الزوجتين أو الزوجات، العدل بالإنفاق والمسكن والملبس والمبيت، هذه الأمور يجب العدل فيها، فمن كان عنده الاستعداد للعدل في ذلك فإن الله أباح له أن يعدل الزوجة. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى النماص عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك، هو عبد الخالق زايد العمري. الأخ عبد الخالق له قضيتان، يقول في الأولى: ما رأي فضيلتكم في الإمام العالم العلامة ابن إسحاق أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي؟ وما رأي فضيلتكم في كتابه قصص الأنبياء والمسمى بالعرائض؟ لا أعرف عن هذا الكتاب شيئا، ولكن الغالب على كتب القصص والوعظ أنها يدخلها شيء من التساهل في الصحة، صحة الأسانيد وسلامة المتون التي فيها، هذا هو الغالب على هذا النوع من الكتب، وأما المؤلف فلا أعرف عنه شيئا، ولكن الغالب على كتب القصص وكتب الوعظ أنها لا تخلو من ملاحظات، والقصاص أيضا سعوا عند أهل العلم والمحدثين بتساهلهم، وكان العلماء يحذرون من تساهل القصاص ويحذرون من قبول ما يذكرونه إلا بعد التمحيص وبعد العرض على الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. مصداقا لما تفضلتم به في الصالح يذكر القضية التالية ويقول إنها وردت في ذلكم الكتاب، يقول: نحن نعرف أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ولكن ذكر في هذا الكتاب أن هناك اختلافا بين أئمة المسلمين حول الذبيح، فقسم منهم يقولون إنه إسماعيل والقسم الآخر يقول إنه إسحاق، والأئمة الذين قالوا إنه إسحاق بن إبراهيم عليه السلام استشهدوا بالحديث التالي عن العباس بن عبد المطلب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع إسحاق بعدي فيقول: يا رب صدقت
نبيك وجدت بنفسي للذبح، فلا تدخل النار من لا يشرك بي شيئا، فيقول الله من لا يشرك بك شيئا، فيقول الله وعزتي لا أدخل النار من لا يشرك بي شيئا. أرجو التكرم من فضيلتكم ومدى صحة هذا الحديث، وأرجو التوضيح من هو الذي يحتجاكم الله خيرا. أما ماذا الحديث فهو صحيح، جاء في الحديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، والحديث ثابت في الصحيح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن من سلم من الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. وهذا إذا كان سالما من المعاصي الأخرى لا شك أنه يدخل الجنة من أول مهلة من فضل الله سبحانه وتعالى وبحسب وعد الله، والله لا يخلف وعده. وهذا في حق من حقق التوحيد، بمعنى أنه سلم من الذنوب والمعاصي. أما من كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك ومن الكبائر فهذا تحت المشيئة ومعرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لأنه موحد من أهل التوحيد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وأما الذبيح نعم اختلف العلماء في تعيينه، فالجمهور على أنه إسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل هو الكبير، ودائما إذا ذكر الله جل وعلا إبراهيم يذكر بعده إسماعيل، ما يدل على أنه هو الإبن الأكبر. ومن العلماء من ذهب إلى أنه إسحاق، لأن الذبيح إسحاق، والصحيح هو الأول أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لأدلة كثيرة، منها أنه في سورة صافات لما ذكر قصة الذبيح لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لما فرغ من قصة الذبيح قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. ونعم هو البشارة جاءت بإثنين، جاءت بإسماعيل وجاءت البشارة أيضا بإسحاق، كما قال تعالى وبشرناها بإسحاق امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الآية على أن الذبيح إسماعيل من وجه أنه قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فأخبر أنه يولد له، أنه يولد لإسحاق ولد وهو يعقوب، ولو كان هو الذبيح لم يتأتى أن يولد له وهو يذبح كما ذكر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. إذن شيخ صالح كيف توجهون هذه العبارة الواردة في هذا الحديث؟ فيقول يا رب صدقت نبيك وجدت بنفسي للذبح. الحديث لا يحتاج إلى نظر وإلى إثبات، فإذا هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى على أن الذبيح هو إسماعيل. ثم أيضا لا ندري عن سند هذا الحديث، أنا لا أعرف سند هذا الحديث، ولكن متنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الذبيح هو إسماعيل. إذا يكون مركوز للحركة هذه، يعني يكون فيه نظر، لأنه يكون فيه نظر. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول المرسل فيصل أرناح من سوريا دمشق.
أخونا حول صلاة الجمعة يقول: إذا لم يكمل المصلين عدد 40 أو إذا لم يكمل المصلين عدد 40 مصليا، هل تعاد الصلاة بعد صلاة الجمعة؟ صحيح أنه لا يشترط الجمعة عدد معين، بل تصح الجمعة بأقل عدد وهو الثلاثة فأكثر، أقل الجمع ثلاثة فأكثر تصح بهم الجمعة، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في اشتراط الأربعين أو اشتراط العدد المعين. الراجح من أقوال أهل العلم أنها تنعقد بثلاثة فأكثر، هذا هو الصحيح إن شاء الله. إن شاء الله. وماذا عن إعادة الصلاة إذا لم يكن العدد 40؟ نحن ذكرنا أن هذا الشرط ليس، أن هذا الشرط مرجوح عند أهل العلم، والراجح أنه لا يشترط عدد 40، وبناء على ذلك فصلاة الجمعة صحيحة إن شاء الله ولا إعادة عليه. جزاكم الله خيرا. في آخر خطبة الجمعة عندما يرفع الشيخ يده يدعو الله سبحانه وتعالى، يوجد قسم من المصلين يرفعون أيديهم وهم يؤمنون على الدعاء، وقسم من المصلين لا يرفعون أيديهم، أي الفريقين على الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة لا يجوز، إنه بدعة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في خطبة الجمعة، إلا في مسألة الاستغاثة. إذا استغاث الخطيب في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله في خطبة الجمعة أن يسقي المسلمين، رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك لم يرد أنه يرفع يديه في خطبة الجمعة. رفعهما دائما يكون، أو رفعهما في غير دعاء الاستسقاء يكون بدعة، ينكر على من فعل، كما أنكر بعض الصحابة على من فعل ذلك في وقتهم. وأما المأمومون فإنهم لا يرفعون أيديهم، وإنما يؤمنون على الدعاء بدون رفع الأيدي. جزاكم الله خيرا. عنده إشكال حول تربية الدجاج في البيت، هل هو حلال أم حرام في الصلاة؟ هذا سبيل ذلك من المباح، تربية الدجاج وغيرها من الطيور الأليفة التي تؤكل وينتفع بها لا بأس بذلك، بشرط أن يوفر لها ما تحتاج إليه من الماء ومن الماكل، ولا يضيق عليها وأن يجعلها في مكان مناسب، بمعنى أنه يحسن إليها ويحسن تربيتها ولا يضار بها، إذا فعل ذلك فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة كمال سيناء رسالة بعث بها المستمع لطفي عطوة سالم، يسأل ويقول: أمي قد مرضت منذ 20 عاما وقد أتى رمضان وهي مريضة فلم تصم، وعندما أتى رمضان الذي بعده كانت على وجه الشفاء فصامت، ولم تتذكر رمضان الذي لم تصمه إلا منذ حوالي عام فصامت، فهل صيامها صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صيامها صحيح الحمد لله، والقضاء كان عليها أن تقضيه قبل رمضان الجديد، لكن إذا كانت نسية فليس عليها شيء، عليها القضاء فقط ولو بعد رمضان الآخر، لأن النسيان عذر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تقبلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.